ما كنت أفكر في النشر، ولعل ذلك خدمني في أنك كنت أكتب بطريقة حرة بدون أي قيد أو تفكير في الرقابة أو تفكير في رد فعل القارئ. كنت أكتب وأحيانا أتفاعل مع الذي أكتبه وأجده يعجبني، بل أحيانا أقول من أين نزل هذا. وهذه الرواية سرحتها بعد روائح المدينة التي نشرتها قبل الثورة، وسرحت امتنانا للثورة لأنني أعتقد أنها جنبتني أذى كان محتملا بل كان واردا. الرواية ليست بالصورة التي يتصورها القارئ بأنها حكاية خادمة أو حتى ابن خادمة، هي حكايتنا نحن كشعب كويتي خليجي أو ربما عربي أيضا، برفضنا للآخر بانغلاقنا وانكفاءنا على ذاتنا. أتصور ربما يكون هذا هو المختلف يعني في ساق البامبو عن بعض الروايات الأخرى التي ناقشت مواضيع قريبة من ذلك. أنا طرح إشكالية مدينة لبنانية يلي هي مدينة طرابلس الشمالية، ويلي هي يمكن مش مادة روائية مستهلكة، يعني مش كتير مستعملة طرابلس، وحتى هي مش يعني مش النجم اللبناني. عطول عنا بيروت يلي هي النجم اللبناني. الرواية بتجسد يعني عم تطرح إشكالية هيدي المدينة يلي هي عندها معاناة خاصة فيها من خلال معاناة امرأة.